بدينا المرة الماضية عندنا مقارنة ما بين الماجنتيك سيركت والالكتريك سيركت، فقلنا انه عندي هون الكتروموتيف فورس وعندي في حالة الماجنتيك سيركت فلكس. اول شيء في عندي ام ام اف مش هيك؟ هاي اللي بتقابل، بعدين عندي هون ريزيستنس بقابل هون ريلكتنس، وبعدين عندي هون بصير في كرنت اي اوف تي، هذه هون هي ام اف مير اوف تي، راح يتكون عندي هون فلكس فاي. وحدة فلكس كانت ويبر او ويبر حسب الرمز تبعها، اذا بدنا نكون دقيقين هي بتنكتب دبليو صغيره بس الرمز بينكتب دبليو كبير. اذا هاي هي الماجنتيك فلكس اللي هو التدفق المغناطيسي، هو ما في تدفق، ما في ماده بتمشي، هو اللي بصير الدايبولز بيعملوا الاينمنت بالالاينمنت لانفسهم، كل ما في دايبولز اكثر عملوا الاينمنت لانفسهم صار كانه في تدفق اكثر. بعدين عندي الام ام اف الماجنتوموتيف فورس وحدتها ان اي اللي هي امبير او بتساوي ان اي وحدتها اللي هي امبير تيرمز عند. بعدين وجدنا انه الريلكتنس بتناسب مع الطول اللي هو الطول تبع الكور اللي هو هاي المسافه المين لينث، ومشينا هون مين لينث يعني الافرج الديستنس الافرج التقريبي، هذه طبعا شيء تقريبي، فاللينث اوف كور هي المسافه التقريبيه اللي بنمشيها هون اللي عليها عمالة بتوزع هذا الام ام اف. الام ام اف وحدته امبير تيرمز وكمان بتناسب مع ميو على اي. ايه هي كانت الكروس سكشنال اريا، لو انا قطعت هون كروس سكشن في هاي مقطع في هذه هون وطلعت على هذا المقطع، هاي راح تكون هي الاريا ايه ان سكوير مترز اللي هي المقطع، هاي مساحه هذا المقطع في المتر المربع. ميو اللي هي البيرميبيليتي للماتيريال اللي هي سهوله تمغنطه، يعني كل ما كانت ميو اعلى للماتيريال معناها لما باثر فيها عليها بماجنتيك فيلد مجال مغناطيسي بتتمغنط بشكل اسهل. فلاحظوا هون المقاومة رح تكون أقل كل ما كان التمغنط أسهل، كل ما كانت الأريا أكبر وكل ما كان الطول أقل، مظبوط؟ زي ما كنا نعمل في الإلكتريك سيركت كنا نقول إنه R بتساوي اللينك على سيجما في A أو رو في L على A. رو هدول هاي اسمها الريزستيفيتي، هاي اسمها كوندكتيفيتي، الكوندكتيفيتي بتشبه البيرميبيليتي، ميو هي البيرميبيليتي البيرميبيليتي لهاي المادة، وطبعا هاي المادة راح تكون البيرميبيليتي تبعتها أعلى من الفضاء، أعلى من فري سبيس. البيرميبيليتي أوف فري سبيس يعني المكان الفضاء اللي هي مساوية تقريبا للهواء هي 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7 هنريز بير متر ماشي اوكي. وحدة الهاي 4 باي 10 تو ذا ماينس 7 هنريز بير متر. المادة الفيروماجنتيك شو راح تكون البيرميبيليتي تبعتها؟ أقل ولا أكثر؟ ليش أكثر؟ لأنه المادة هاي قابلة للمغناطة، الهواء احنا بنعتبره مش مادة مغناطيسية ولا قابلة للمغناطة، لو أثرت عليه بمجال بمجال مغناطيسي بماجنتيك فيلد ما راح يتمغنط. إذا عندي المادة بنقول أي مادة البيرميبيليتي تبعتها بتساوي ريلاتيف ميو ريلاتيف في ميو نوت، يعني كم مرة هي المغناطة تبعتها أكبر من الهواء، شيء بيكون 1000 مرة، شيء 1500 مرة، شيء 200 مرة، شيء 300 مرة. فهون بنستعمل التعبير هذه بنسميها ريلاتيف بيرميبيليتي. ريلاتيف بيرميبيليتي بالنسبة للفري سبيس قديش هي أكبر البيرميبيليتي تبعت هذه المادة؟ إذا ميو نوت إيش وحدتها؟ هنريز بير متر، وميو كمان وحدتها هنريز بير متر. إذا هون الريلاكتنس بتناسب مع طول الكور، المين لينكس تبع الكور بتناسب عكسيا مع البيرميبيليتي وبتناسب عكسيا مع الكروس سكشن، كل ما زادت الكروس سكشن اريا بتزيد. وجدنا انه اللي مقابل قانون اوم هون عندي هي فاي التدفق المغناطيسي بيساوي الماجنتوموتيف فورس على الريلاكتنس. كمان من الاشياء اللي حكينا عنها حكينا لو فاي بدي اشوف انا شده التدفق المغناطيسي اللي هي بنسميها بي
والرمز تبعها magnetic flux density B بتساوي phi على A. phi ايش وحدتها؟ ويبر. A ايش وحدتها؟ إذا هاي راح تصير وحدتها ويبرز بير سكوير متر. لكن ويبرز بير سكوير متر كمان لها وحدة اللي هي تسلا. ماشي، واضحة هاي الفكرة؟ شدة التدفق المغناطيسي. تذكروا شبهنا هاي بالكثافة السكانية، لو عندي عدد سكان أكثر في مساحة معينة، الكثافة السكانية بتكون أكبر لأني بقسم عدد السكان على مساحة. هذا هون شيء تشبيهي، فكرة تشبيهية. بي على فكرة فيكتور. كمان عندي الشيء الثاني اللي ممكن آخذه اللي هي الماجنتيك فلكس، الماجنتيك فيلد، قوة المجال المغناطيسي. قوة المجال المغناطيسي بتعتمد على الماجنتوموتيف فورس والمسافه اللي هي بتشتغل عليها. قد ايش المسافه اللي هي عماله تشتغل عليها؟ ايش هاي المسافه سميناها؟ ال سي. ال سي اللي هي مين لينث، الطول تبع ال سي. الماجنتوموتيف فورس، اذا عندي هون اتش اسمها الماجنتيك فيلد سترينث، قوه المجال. ماجنتيك فيلد سترينث قوه المجال المغناطيسي، واللي وحدتها راح تكون امبيرز بير، وهذه كمان فيكتور. يعني اتش هون لما باجي بقول قديش قوه المجال المغناطيسي، ايش بعمل؟ باخذ ام ام اف الماجنتوموتيف فورس على اي مسافه عمالها تشتغل على ال سي. اذا عندي هون اتش بتساوي ام ام اف على ال سي، على الطول هذا اللي بتشتغل عليه. يعني لو انا جبت نفس الام ام اف، واحد منه حطيته على مسافه قصيره وواحد حطيته على كور ثاني له مسافه طويله، وين راح يكون الماجنتيك فيلد اقوى؟ المجال المغناطيسي اقوى له مسافه قليله، لانه عمال بيشتغل على مسافه قليله. لكن ام ام اف شو بتساوي؟ الماجنتوموتيف فورس هون عايش بتعتمد على عدد اللفات وعلى اذا بتساوي ان اي. اذا عندي هون ام ام اف بتساوي ان اي، ايش وحدتها حكينا؟ امبير تيرنز، مش هيك؟ اذا اتش شو بتساوي؟ بتساوي ان في اي على ال سي. هاي هذا عندي قانون مهم هون، وقانون مهم ثاني اللي هو بي تساوي باي على اي. راح ارجع اذا اعوض هاي واعوض هاي، اعوضهم في القانون الاصلي اللي هو هون فاي بتساوي ام ام اف على ار. بدنا نطلع بنتيجه مهمه، خلينا نشوف شو هي النتيجه. اذا خليني هاي اسميها معادله واحد، هاي راح اسميها المعادله اثنين، هاي راح اسميها المعادله ثلاثه، هاي راح اسميها المعادله اربعه. راح ناخذ اربعه وثلاثه واثنين ونعوضهم في واحد. ام ام اف هي مش راح استعمل اربعه، راح استعمل ام ام اف راح اعوضها هون، فاي راح اعوضها هون، وار راح اعوضها هون، راح نشوف ايش بيطلع معنا. اذا ناخذ معادله رقم واحد محل فاي، فاي شو بتساوي؟ بي في ال. بي في ال. اذا محل فاي راح احط هون بي في ال تساوي ام ام اف شو بتساوي؟ ان في اي، وار شو بتساوي؟ ريلكتنس ال سي على ميو. لما بكون انا مقسوم على شيء وهو مقسوم على شيء، شو بعمل بالهون؟ بصرف فوق، فاذا بصير عندي هون نيو اي ام اي على ال سي بتساوي بي اي. بقدر اشطب الاي مع الاي، مش هيك بصير؟ اذا خلينا نشوف شو صار عندي هون هلا. بي بتساوي نيو في ان اي على ال سي. ايش ان اي على ال سي؟ هيها ان اي على ال سي، وهي كانت عندي ان اي على ال سي شو بتساوي؟ اتش. خلينا احط هذا فوق هون. اتش ايش قلنا هي؟ قوة المجال المغناطيسي. نيو بيرنابيلتي. بي ماجنتيك فلكس دنسيتي، يعني قديش التدفق، كمية التدفق.
يعني لو جينا اطلعنا على هاي الكور اللي موجود هون، ايش حطيت انا هون؟ مررت التيار وزدت عدد اللفات، كل ما زدت عدد اللفات زدت التيار، ايش بزيد عندي؟ MMF. شو هلا بتامل انه يصير في هاي القطعه؟ بزيد ايش؟ بزيد مجال مغناطيسي. شو راح يصير بالقطعه هاي اللي موجوده هون؟ فيزيكلي لو اطلعت عليها شو بيصير فيها؟ ايش اللي بزيد فيها؟ بزيد لا الاريا تبعتها ما راح تتغير. هي شو بصير فيها لما يعني خلينا ناخذ لو انا جبت مسمار وجبت قطعه حديديه ولفيت عليها عدد كبير جدا من اللفات ومررت تيار بهدول اللفات، شو راح يصير بهي القطعه؟ راح تتمغط. لما هذه تتمغط شو يعني ايش صار فيها؟ البولز اللي موجوده الدايبولز كلهم عملوا الاينمنت لنفسهم مزبوط على اذا نفس الشيء لما انا بزيد هلا هون الماجنتيك الام ام اف الماجنتوموتيف فورس راح يصير في عندي تدفق هون، تدفق معناه انه هدول الدايبولز بوجهوا انفسهم باتجاه الماجنتيك فلكس، مزبوط؟ اذا خلينا نطلع على هاي، كل ما زاد هذا التدفق على مقطع معين شو راح يزيد عندي؟ راح يزيد عندي الماجنتيك فلكس دنسيتي، التدفق، شده التدفق المغناطيسي، فيش تدفق، ما في ماده تدفق، شو اللي بصير؟ الدايبولز بيعملوا الاينمنت نفسهم، فبلاقي في هون مغناطه صارت في الماده، هذه مع ايش بتتناسب؟ بتتناسب مع ايش يعني؟ شو الاشي الاول ميو؟ ميو ايش احنا حكينا عنها وصفناها؟ نفاذية. نفاذية مضبوط؟ وشو بتمثل هي بالنسبة لمادة؟ سهولة مغناطتها تمام، إذا احنا بنقول إنه كل ما كانت المادة مغناطتها سهلة مش هاي بتصير أكثر؟ طيب والشيء الثاني؟ اتش لا اتش ما لهش علاقة بنوع المادة، ميو اللي لها علاقة بنوع المادة، اتش على ايش بتعتمد؟ على الطول تتناسب عكسيا مع الطول، إذا هذا الطول كل ما كان أقل وهذا منطق مش هيك؟ لما بحط أنا نفس الـ MMF على طول قصير مش المجال المغناطيسي أقوى صار؟ لو حطيته على مسافة طويلة مش بصير أقل؟ وإيش كمان بعتمد؟ على N و I مش هيك؟ تطلع على H، H شو بتساوي؟ المجال المغناطيسي قوة قوة الماجنتيك فيلد N I على L C. إذا كل ما زدت N وكل ما زدت I شو بصير؟ إذا أنا زدت مغنط هاي المادة كثير شو بضل أزيد؟ بقدر أزيد عدد اللفات، بقدر أزيد I مش هيك؟ شو بقدر كمان أعمل؟ إذا بقدر أقلل N زيد عندي، وإيش كمان بقدر أعمل؟ زيد الميو، بلاقي مادة مغناطيسية قابليتها للمغنط أعلى، البيرميتي تبعتها أعلى، شو رح يتكون عندي؟ راح تتمغنط هاي المادة. ليش بهمني هذا في الماشينز؟ ليش بهمني في مادة الماشينز اني اوصل لمغنطة عالية؟ نعم مشان الملف يكون عدد دوراته اكثر. المحرك اصلا تمام، المحرك راح يولد لي تورك مش هيك؟ مش راح يولد عزم، العزم هذا مع ايش راح يتناسب؟ مع البي. اذا احد الاهداف الاساسيه في تصميم الماكينات الالات سواء المحولات او سواء المحركات انه انا اوصل لبي عالي، اذا قدرت اوصل لبي عاليه بصير عندي عزم عالي مزبوط، وبقدر كمان احرك واعمل اشياء في هذا الجهاز، ماشي واضح؟ هاي هذا بعمله عن طريق ايش؟ عن طريق الريفيو اقلل ازيد النيو الاقي ماده مغناطيسيه، كل ما قدرت الاقي ماده مغناطيسيه ايش الثلاث مواد اللي حكينا عنهم اللي هم نيو عاليه طبيعيا؟ نيكل حديد والكوبالت، هذول الثلاث مواد هذول. هلا في مواد صناعيه نيوديميوم ومواد هذه هذه الصنع، المواد الطبيعيه الموجوده احد المواد اللي بتعطيني هايبر بيرميتي. وايش شو بدي احاول اعمل؟ بدي احاول ازيد عدد اللفات قدر الامكان، بدي احاول ازيد التيار اللي بمر هون، بدي احاول اخلي هذا هون مقاوم هون اقل ما يمكن.